خليني هروح لدراسة عملها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وأيضا حول الحوار الوطني تحت عنوان إيه بقى؟ الحوار الوطني المصري يرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة. أنا مهم عندي جدا أفهم الدراسة دي. معانا على التليفون أستاذة هايدي القصبي باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني الدراسة عنوانها شديد الجاذبية، فمهم عندي ان انا افهم يعني ايه على الاقل العناوين الرئيسية المتضمنة داخل هذه الدراسة وفحواها العام. تمام. هو احنا بنقول الاول السياق واهمية الحوار الوطني، ليه الحوار الوطني دلوقتي اصلا؟ فبنقول ان مصر والعالم كله بيشهد مجموعة كبيرة جدا من التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فده بيخلينا عايزين نحط خريطة للأولويات بتاعتنا. احنا عايزين نعمل ايه في المرحلة الجاية، ايه اهم المشكلات اللي بتواجه مصر عشان تحقق خطط التنمية الشاملة بتاعتها، فنحط الأولويات بتاعتنا ونحط لها مجموعة من الحلول. كمان الحوار الوطني بيعكس رؤية القيادة السياسية الرئيس السيسي عن تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من الطريق نحو الجمهورية الجديدة، الجمهورية اللي بتحترم جميع الآراء، بتسع الجميع، بتحترم حقوق الإنسان، وبتضمن العيش الكريم لكل المواطنين. فمن هنا بتيجي الأهمية بتاعت الحوار الوطني. من عندنا تحديات كتير وقضايا كتير عايزين نرتب أولوياتها ونلاقي لها حلول. طيب الحوار الوطني ليه مجموعة من الخصائص، أهمها هو تنوع الأطراف والقضايا في الحوار. رئيس عبد الفتاح السيسي قال الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن من قضية، ومن هنا بقى فتح الباب لكل الأحزاب والأطراف والنقابات بغض النظر عن اختلاف توجهاتها السياسية أو الأيديولوجية. تعالوا نفكر مع بعض احنا عايزين ازاي نعمل مستقبل أفضل لمصر والمصريين. الحقيقة ما كانت الاختلاف بس في الأطراف، الاختلاف كمان كان في القضايا. عندنا قضايا متنوعة جدا بشكل غير مسبوق، لأن حتى لما كان بيحصل الحوار وطني قبل كده كان مثلا بيركز على حل قضية بعينها وهكذا. فكان الحوار الوطني بيشمل ثلاث محاور رئيسية بيندرج تحتها 19 لجنة فرعية بيناقشوا حوالي أو أكثر من 100 قضية مختلفة، فده بيجعله حادثة غير مسبوقة في التاريخ المصري. مفهوم. أشكرك جدا أستاذة هايدي القصبي باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.